دلوقتي في مباراة فيها 8 أهداف. ماتش حلو ماتش أوي، حلو ماتش حلو أوي. وبعدين ماتش راح كتير ورجع تاني. بص الجول الأولاني دخل في أسبانيا إزاي؟ شفت الجول الأسباني الراجل بيريح الكورة للجول، فجأة الماتش بيتقلب عليك، وبعدين 3-1 ماتش خلصان دقيقة 82 ودقيقة 89 جولين. لكن بدنيا أسبانيا واقفة على رجلها، بان الفرق أول ما عمل الإكسترا تايم، شايف فرق شاسع. يعني بص كرواتيا في الوقت ده زي ما حصل مثلا مع سويسرا وفرنسا، جابوا الجونين وداسوا واقفين فيت، التانيين داسوا اول ما جه الاكسترا تايم مش قادرين، مودريتش مش قادر، مودريتش في كوره في نص الملعب في الدقيقه مثلا 105 نزل قبل ما يطلع مش قادر يتحرك بدنيا، وقعوا بشكل كبير. الدنيا حاضره على فكره، ها؟ الدنيا حاضره. تلاحظ كل جوان دخلت في كرواتيا، الجون الثالث او الرابع او كله التغطيه العكسيه، يعني الجون الثالث ده كارثه. شفت انت اللي هي الفاول اللي عملها له من الناحيه الثانيه؟ مفيش حد واقف، كان بيشرب ميه واقفين في نص الملعب الثاني. الراجل والله العظيم ما بهزرش، اسمه ايه بتاع مان سيتي اللي خد على سته حط الجون الثالث، وبعدين الجون الرابع بتاع موراتا، الراجل بيستلم جوه السته برده الباكر العكسي واقف جوه قوي. لا يعني بدنيا اسبانيا كويسين، واقفين على رجلهم كويس. اكبر مفاجاه خروج فرنسا، ومين اللي ضاع ضربه الجزاء؟ امبابي. معجزه، شاطه وحشه قوي، جون قراها كويس، جون قراها راح لها. لا يعني لا هي عاليه ولا هي واطيه ولا هي في زاويه ولا هي قويه، هو شاطه قويه بس هي الجون راح معاها. اصل خلي بالك انا بشوف دايما الجون يا سيف البينالتي هو بيعتمد على الجون مش على اللعيب. ممكن اللعيب لعبها بشويش قوي وتلاقي الجون راح ناحيه ثانيه هتبقى شكلها حلو قوي، بس سبحان الله لو الجون راح معاها هيبقى شكلها وحش جدا. من بدايه البطوله دي وكل الناس بتقول ان امبابي عامل حاله في منتخب فرنسا وعامل دوشه وعامل كده لوحده، يعني هو عمل مشاكل مع اللعيبه على فكره، طلع فواضح ان في الاخر هي الكره بتدي لك كده يعني، فاهم قصدي؟ ممكن عقابها يعني ممكن، بس هو بصراحه في البطوله هو يمكن الماتش اللي فات لا، بس هو الثلاث ماتشات اللي قبل كده هو اللي فوق فرقه فرنسا، هو اللي بيهاجم. سيبك ان بنزيما جاب جونين الماتش الاخير ومبابي كان وحش في الماتش الاخير، بس الماتشين او ثلاث ماتشات اللي قبليها كان هو اي حاجه على الجون هو مبابي، بس هو اللي بيقطعه، اللعب كله على مبابي، هو اللي بيعمل الكاونتر اتاك. كنت تتوقع خروج فرنسا؟ زيدان ولا كنت احب ان تخرج بصراحه، كان نفسي فرنسا تكمل. زيدان هيمسك فرنسا بس دي خطوه كويسه. انا في رايي ده النكست ستيب بالنسبه له يعني. انا خلي بالك المدرب اللي بيبقى متعود يشتغل شغل النادي بيبقى بالنسبه له شغل المنتخبات صعب، لان شغل المنتخبات محتاج سن اكبر، محتاج ان ما تشتغلش كل يوم. بس كل الاخبار بتقول في فرنسا ان زيدان ممكن يمسك،